بتاخدنا الايام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هاديه ولا حد يشيل عنك همك الا اللي دمه من دمك. دي العيله شجره العيله فارده على ولادها وبلاد الشادية على نار هادية. بتاخدنا الأيام وتجيبنا وتودينا احنا وحبايبنا وتسوينا وتقلبنا وتربينا وتشيبنا وتربينا وتشيبنا على نار هادية ولا حد يشيل عنك همك إلا اللي دمه من دمك. شجرية العيلة فرد على ولادها ضليلة هوا صافي وبلابل شادية على نار هادية. عيش بضمير عيش وعشق وحلم ووعد خاف من خاف لم يسلم مهما جرى اعلم الله اعلم. حيجيك بكرة احلى واحلم والافراح حجيك متهدية على نار شيء مش سهل ولا بسيط وما ينفعش ينتهي فجأة كده. كل شيء له نهاية يا سعد. أنا جاي أسحب أوراقي بس مش عارفة إذا كانت لسه عند المدير ولا وداها شؤون العاملين. يعني هو ده اللي جابك وبس؟ هيكون إيه تاني؟
لا ابدا ما فيش. بس على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، النزيل السخيف ده ساب الاوتيل خلاص ومشي ومش هيرجع تاني، ولو رجع هيلاقي كل الغرف محجوزه. اما بالنسبه لطارق ابو زيد هو كمان هيسيب الاوتيل بكره. كل الحكايه ان الطباخ بتاعه كان واخد اجازه يومين وهو بيحب اكل الاوتيل هنا، ده اللي هو قاله. وعموما هو ماشي في 60 سلامه. على فكره دمك بيبقى خفيف وانت منفعل. تصور ان الاستاذ ده راح حكى لبابا على كل اللي حصل. غريبه قوي. طب ليه؟ ادي قلتها ليه. تخيل بقى لما يعرفوا اهلي ان انا في واحد زعقلي وكلمني بطريقه مهينه بالشكل ده، ممكن يعملوا ايه؟ متخيل طبعا، اكيد هيقولوا لك سيب الشغل فورا. ما هو طارق كمان بلغهم ان انا خلاص سبت الشغل. كمان؟ انا مش فاهمه هو ليه بيتصرف كانه واصي عليا، كان في مشروع خطوبه بينا وانتهى خلاص. لا كده واضحه، يبقى اكيد لسه عنده امل. مستحيل. مش مستحيل ولا حاجه. أمال هو قال لهم ليه؟ وقال لهم كمان إن أنت سبت الشغل ليه؟ أكيد عشان يكونوا كابل رفض في حالة ما إذا أنت قررت ترجعي الشغل هما يقفوا ضدك. حتى لو هو هيستفيد إيه من كده؟ سيبانك الشغل هيخليكي في حالة فراغ وملل، ودي حالة أكيد سخيفة وقاسية، مش بالنسبة لك بس، بالنسبة لأي حد. لو جه هو بقى في اللحظة دي وأعاد العرض بتاعه وطلبك للجواز، ممكن حالة اليأس اللي انت فيها ساعتها تخليك تقبل؟ يا سلام، هو انا همشي تبع تفكيره؟ واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما هو حضرتك ماشية تبع تفكيره وجاية تقدم استقالة. قلت لي انك عايزة تقابليني، سبت كل حاجة وجيت لك، قلت لك على كل أخباري وقعدت أرغي وأرغي، خلصت كل الكلام وانتي ساكتة ومبلمة. قولي لي يا هدى، انت عارفاني كويس، انا انسانة قوية ولا ضعيفة؟ عنيدة ولا مستسلمة؟ انتي؟ هو انتي في حد يقدر عليكي؟ طول عمرك شخصيتك قوية من واحنا لسه أطفال، وعليكي عند يا باي، لما تصممي على حاجة لازم تعمليها. كنت يا هدى، كنت. مفيش حد بعد ما بيكبر بتتغير شخصيته، بالعكس بتتأكد أكتر. مش دايماً. هو ساعات الإنسان بيمر بلحظة ضعف تحت تأثير صدمة أو ظروف قاسية بيمر بيها، لكن أول ما بيفوق من الصدمة دي والظروف تنتهي بيرجع لشخصيته الطبيعية القوية. وده بالظبط اللي حصل لك يا سميح. اللي حصل لي إمتى ده؟ نسيتي حالتك كانت إيه بعد ما استقلتي من الوزارة وقعدتي في البيت؟ استسلمتي للفراغ وكنتي في حالة غريبة قوي من الضعف، لكن بعد كده قاومتي الضعف ده ورجعتي تشتغلي تاني. محدش يا سميحة يقدر يقاوم ضعفه إلا إذا كان عنده إرادة قوية وشخصية. يا ريت يا هدى، يا ريت. هو في إيه بالظبط؟ أنت تعبانة في شغلك الجديد ولا إيه؟ لا، هو من الناحية العملية مريح جدا، بس مشاكله كتير صعبة قوي. وأنت قدها وقدود. بيتهيألك ده أنا فكرت أسيبه وأشتري روحي. اوعي يا سميحة، اوعي، أنا بحذرك. من غير ما تحذرين، أنا كنت خلاص خدت قراري وكنت رايحة فعلا عشان أسحب ورقي، وبعدين ما قدرتش. مش عارفة ليه، مش عارفة إيه اللي جرالي. يمكن بدأتي تتعودي عليه. ظهر فعلا إن التعود ده شيء مش بسيط ولا سهل. سميحة. أهلا. أهلا يا رنا. إزيك عاملة إيه؟ إزيك يا حبيبتي. إزيك يا رجائي؟ الحمد لله. أعرفكم بهدى صديقة الطفولة. أهلا وسهلا. أهلا. اهلا بيكي. ازاي ماما، اخبارها ايه؟ طمنيني، لسه في المستشفى؟ هي بقت احسن الحمد لله، هي بتقول كده لكن انا شايفه غير كده. ربنا يطمنا عليها. على فكره انا لو كنت قابلتكم من شويه انا كنت عزمتكم على الغدا، لكن معلش بقى مفيش وقت، يا دوب اوصل رندا المستشفى واطلع انا على شغلي. خلاص وفرنا لك حق غدوه. باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامه. امال يا نسا رندا فين؟ خرجت ومعرفش هترجع امتى. هو حضرتك بتسأل عليها ليه؟ اذا كان في حاجة عايز تقولها لها يا ريت تبلغها لي. انا عارفة النتيجة يا دكتور، بلاش تخبي عليا، بلاش تظلمها يا دكتور، وفر عليها الحزن لغاية ما يجي وقته، انا عارفة ان وقته قريب. بلاش التشاؤم ده.
ده انا حتى كاتب لك خروج بكره. يبقى النهايه قربت قوي. انا مش خايفه من الموت، انا خايفه من الالم يا دكتور. ارجوك اكتب لي اقوى مسكنات، انا مش عايزه رندا بنتي تتعذب بيا. ازيك يا دكتور محمد؟ ازيك يا رسالة؟ عامله ايه يا ام؟ وحشتيني قوي يا ماما. تاخرت عليكي؟ ابدا يا حبيبتي ابدا. هيا يا دكتور طمني، ايه الاخبار؟ الاخبار عظيمه، كتبت ماما على الخروج وهتروح بكره ان شاء الله. معقوله؟ الف مبروك يا حبيبتي. حبيبتي بنتي وحشتيني قوي قوي قوي. اهو انتي، قولي لي ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. على فكره النهارده كنت في النادي قابلت رجائي ورندا. مش كفايه عليهم حب لغايه كده؟ هو مش ناوي يخطبها ولا ايه؟ ما هي مامتها لسه في المستشفى. معقوله؟ دي طولت قوي. هشام قال لي ان مامته كمان تعبانه، ربنا يستر لا تطول هي كمان. المهم انت زرتيها وهي عيانه ولا لا؟ لا، هشام ما عرضش عليا نزورها. هشام ما عرضش عليا؟ وطبعا انت بتتلككي شويه. انا بتكلم جد مش بهزر. صدقيني الا موضوع امه ده هيفضل شايلها لك طول العمر. اتاخرت عليك؟ ولا يهمك. معلش، النهارده الشغل كله كان فوق دماغي، اتنين من زمايلي ما جوش، واحد كان مسافر والتاني عيان. حصل خير. تحبي تتغدي فين؟ ممكن اطلب منك طلب قبل ما نتغدى؟ اتفضل. ممكن توديني عند مامتك ازورها الاول؟ بجد يا زينة؟ اه. ربنا يخليكي ليا. وعارفه بقى اول ما نخلص هوديكي تتغدي في حته مكان ما حصلش. بجد؟ بجد. الف سلامة عليك. تسلمي من كل شر يا اختي. اقعدي واقفه ليه؟ اقعدي ارتاحي. قعدني يا هشام، قعدني يا اخويا، احسن ما قعدش فيا عيل. اه 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 يا اخويا، يقعد لك الخير كله يا حبه عين. بالك لو ما كنتش جيت دلوقتي كنت فضلت في رقدتي، ما لقيش اللي يسندني. ليه؟ ما هي مبروكه ومسعيده معاكي. قطعوا قطعوا قطعه سيرتهم الجوز. انا افضل انادي وهادي فين وفين لما واحده تجيني منهم وهي هتطق من جنابها. طب حطي صوتك اللي هيسمعوك يا امي. بتقول ايه؟ علي صوتك. ما ينفعش، هيسمعوني انا. اتغديتي؟ ابدا. الاكل كتير والخير كتير، لكن فين النفس اللي تاكل؟ لكن بقى لو اتغديت معايا انت وعروستك يمكن نفسي تتفتح. ميرسي يا طنط، احنا اتغدينا. يوه، أنا فرحت وقلت هناكل لقمة سوا. الأيام الجاية كتير إن شاء الله. كتير بقى ولا قليل؟ زي بعضه. ولا تزعلي يا ست الكل، إحنا اتغدينا صحيح بس مفيش مانع ناكل لقمة صغيرة معاكي. مش كده ولا إيه يا زينة؟ آه طبعًا. هو إحنا نقدر نزعل طنط؟ بتضحكي على إيه؟ مبسوطة حضرتك إني خلاص هطق وهموت وهتفرس؟ وأنا اللي فاكرة نفسي ذكية، قلت لها إحنا اتغدينا قبل ما نيجي. وخلاص هنسلم وماشيين. صعبت عليه مامته فاضطرينا نقعد. وما صعبتش عليكي؟ انت هتجننيني صح؟ لا، اهدي بقى واسمعيني. اولا انتوا ما عرفتوش تتصرفوا، كان في حل يرضي جميع الاطراف. هو ايه يا ستي؟ جملوها كله معاها اي حاجه ان شاء الله، شويه سلطه وبعد كده اخرجوا انتوا اتغدوا في الحته اللي انتوا عايزينها. كان غيري كشتر، نقول متغدين تقول ان شاء الله تعدموني لانتوا واكلين. طبعا هشام يخاف عليها فنضطر ناكل ونقعد. اوعي تكوني عملتي ازمه معايا يا زينة. تتخيليش اللي انا عملته. انا كنت محضره له شويه كلام. قلت له ايه؟ ما انا عارفاكي. كل اللي كنت عاوزه اقوله له اديني بقوله لك دلوقتي. انا تعبت وسكت معاه قوي. ايه؟ انت يا زينة؟ اه، تخيلي انا لدرجه اني خلاص بتفلس من نفسي احيانا. بس هو الحب كده، لما تقولي على حاجه وتصري عليها تاكدي ان انت هتعملي عكسها. لما عقلك يقول لك اه، قلبك بيقول لك لا. ايه يا سميحة؟ انت فين؟ انا في الاشراف الداخلي. ما انا عارف انك في الاشراف الداخلي، انا ما بقتش اشوفك غير صدفة. ما احنا الاول كنا بنشتغل في مكان واحد، دلوقتي انا بتدرب في الملح. وفرتي
طب ما انت قبل ما تشتغلي هنا كنت بتشتغلي في مكان وانا بشتغل في مكان، رغم كده كان في بينا كلام وحوار وتواصل. دلوقتي مفيش بينا اكتر من صباح الخير، وبتتقال صدفه زي ما شفتك دلوقتي. يعني مكتبي لسه موجود ومفتوح، في قهوه كمان جميله. اه ما انا عارف. في ايه يا سميره؟ في حاجز بيني وبينك ما اقدرش انكره او اتجاهله. حاجز؟ ايه هو بقى؟ هو منصبك. ما هو الوضع اختلف دلوقتي، يعني انت دلوقتي مسؤول كبير في الاوتيل وانا واحده لسه بتبتدي. لا 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 لا، انا مش مصدق اللي انا بسمعه منك ده، مش معقول. انت بتهزري ولا بتتكلمي بجد؟ لا بتكلم جد طبعا. الشغل ليه اصول وليه حدود، وانا ما اقدرش اتعدى حدودي واحرجك واقعد معاك كده في مكتبك زي الاول نشرب قهوه. سميحه، انت مقتنعه بالكلام ده؟ اه مقتنعه جدا. انت اشتغلتي معانا هنا وشفتي الجو. احنا ما بنشتغلش هنا بنظام بيروقراطي، بنشتغل بروح الفريق كما لو كنا عيله واحده. وبعدين مش عارف اقول لك ايه، يعني خلاص انت حره، خليكي في الاوهام اللي انت فيها دي. سلام. يا ريت كان يبقى اللي انا حاساه دلوقتي مجرد اوهام، يا ريت. كان في بينا كلام وحوار وتواصل. خلاص انت حره، خليكي في الاوهام اللي انت فيها. مساء الخير. مساء النور يا رجاء. الحمد لله بالسلام. اهلا اهلا اهلا. ايه مالك شكلك مجهد كده؟ ما هو اصله كان في ماموريه. يا بابا بص لي كده ليه؟ لا ابدا، بس ما انا قدام حضرتك اهو بومب حديد. ان شاء الله دايما يا رب. تصبح على خير. انت من اهلا. بقول لك سميحه، هي رنا ما اتصلتش؟ لا ما اتصلتش. تصبح على خير. انت من اهلا. طب اكلمها انا، اصل انا كنت قافل الموبايل. تصبحي على خير يا حبيبتي. استني يا حبيبتي، أنا عايزة أتكلم معاكي. حاضر. ألو؟ أيوه. الحمد لله. طيب أنا هتكلم بعدين. أوكي، باي باي. اقعدي جنبي هنا. قطعتي المكالمة ليه؟ أبداً، عشان أسمع حضرتك. مين اللي كان طالبك؟ نعم؟ رجائي، مش كده؟ وجايز قوي تكونوا بتتقابلوا في النادي. ماما انا مش هتجوز رجائي، لكن مش معقوله اقابله في النادي وادور وش الناحيه التانيه كاننا لا عرفنا بعض ولا كلمنا بعض. يا ماما رجائي ده بني ادم محترم، عنده مبادئ واخلاق وطيب قوي وبيخاف عليا زي حضرتك تمام. طب اقول لك على حاجه، انت عارفه حضرتك لو هو شافني واقفه مع واحده من البنات اللي بتحوم حواليهم شبهات ولا حاجه يمنعني ان انا اقف جنبها او اكلمها. يعني بتسمعي كلامه حتى لو ما كانش موجود في النت؟ طبعا، لاني مقتنعه بيه. طب سؤال اخير وعايزاكي تجاوبيني بصراحه، رجائي كان قال لي انه صرف نظر عن جوازه بيكي، الكلام ده صحيح؟ يعني بيقوله من قلبه؟ لا الحقيقه بقى قاله غصب عنه. انا فكرت كتير قوي في موضوع جوازك من رجائي، الموضوع ده كان شاغلني قوي وانا في المستشفى، خصوصا لما كنت ببقى لوحدي. حسبت نفسي حساب عسير، معقوله اذيكي عشان خايفه عليكي؟ مش كايس خوفي ده يكون لمجرد اوهام، واللي انا خايفه منه ده ما يحصلش.
حسيت ان انا ظلمتكم. ربنا يسامحني بقى ويسعدك يا حبيبتي انتي ورجائي، وما يفرقش بينكم ابدا. يعني افهم من كده ان حضرتك موافقه على خطوبتي انا ورجائي؟ ربنا يخليك ليا يا ماما. ويخليكوا لبعض يا حبيبتي. رجائي يا ابني اسمعني يا حبيبي، تاكد ان المساله مساله وقت. الست لما تعرف ان بنتها بتحبك ومتمسكه بيك في النهايه هترضخ. بكره فكرك. يلا قوم ريح كده ونام. يلا. بس انا مش عارف يا بابا هي ما كلمتش ليه، مش قالت انها تتصل. حب ايه وهبات ايه اللي عامل فيك كده؟ ايه ده حضرتك صاحيه؟ صاحيه وسامعه كل حاجه. انت مالك واخد نفسك ونازل للارض كده ليه؟ هي مين دي اللي ترفضك؟ الست مامتها تطلع بنت مين في مصر؟ يا ماما من فضلك انا مش طايق روحي ومش عايز اسمع ولا كلمه. ايه ده انت بتشخط فيا؟ بتشطر عليا انا؟ طب كنت تشطر عليهم هما. انا مش فاهمه ايه اللي جرالك. وبعدين بقى سياده بطالي، خلي الليله تعدي على خير. اسمعني يا ابني، مامتها مش ممكن ترفضك. راح فين ذكائك بقى؟ ملقوش فيك عيب غير شغلك. الله، بالذمه دي حجه؟ وازاي خالد عليه؟ مين في شغله مش معرض للخطر؟ ها الدكتور ممكن تتنقل له العدوى، السواق ممكن تحصل له حادثه، البنا ممكن يقع من على السقاله وتتقطم رقبته. لو قعدت تدي امثله كده احنا مش هنخلص السنه دي. مش ممكن يا حبيبي يكون ده السبب. تلاقي مامتها بس ما كانتش مصدقه نفسها، لانها ما كانتش تحلم لبنتها بحد في مركزها، في عيلتك، في شكلك، فخافت انك انت تترسم عليهم. والباقي انت فاهمه بقى. مستحيل، الكلام ده غير صحيح بالمرة. مبسوطة يا أختي؟ شعللتيها نار. كان لازم حد يفوقها. يفوق؟ كان مستجيري من الرمضاء بالنار. هذه رسالتي الأولى والأخيرة إليك، ليست رسالة اعتذار. أعلم أني أغضبتك، وهذا بالضبط ما كنت أريده. ظن بي ما تشاء، وتعمد أن تتجاهلني، فأنا أضعف من أن أقاوم وحدي. أرجوك ساعدني. أخبارك إيه يا سميحة؟ لا جديد. بس أنا شايفك متوترة الفترة دي، وعايزة أقول لك لو في مشكلة أو احتاجتي أي حاجة أنا تحت أمرك. متشكرة أوي يا سعد، كتر خيرك. إيه متشكرة أوي يا سعد؟ بتكلميني بشكل رسمي جدا. ده الهانم والدتك الله يرحمها عمرها ما كلمتني بالشكل الرسمي ده. بالعكس كانت دايماً تكلمني بود وعطف وسماحة. كانت بتعاملني كأني ابني ليها بالظبط. أرجوك يا سعد ما فيش جعل الكلام ده. أنا عايز أعرف يا سميحة في إيه؟ مالك؟ كل اللي أقدر أقوله لك إني بمر بأزمة مخلياني مش موزونة لا في كلامي ولا في تصرفاتي. الحقيقة ما أقدرش أحكي لك لأن الأزمة دي ما تخصنيش، هي تخص ناس بعزهم. معلش يا سعد، أنا كل اللي طالباه منك إنك تستحملني الفترة دي وما تدقش عليا. خيرك يا بنتي. يلا بقى اتصلي برجائي ولا لسه بدري؟ بدري من عمرك يا ست الكل. حالة معا. ايه
ايوه يا رندا، ايه اللي مصحيك بدري كده؟ في حاجه حصلت؟ لا لا لا، ما تتخضش قوي كده. وماما كويسه؟ ماما الحمد لله تمام. هي هتكلمك اهي. الو، صباح الخير يا رجائي. ها هنشوفك امتى؟ ها فهمت ولا لا؟ ماما وافقت اخيرا. مبروك يا رجائي، مبروك يا حبيبي، ربنا يسعدكم يا رب. بابا انت ايه بقى اللي مصحيك بدري كده ان شاء الله؟ قولي مبروك. هتيجي معايا نطلب ايد رندا امتى؟ صباح الفل. صباح النور والياسمين. ما تكمل، ما قلتش النرجس كمان ليه؟ ولا نسيته؟ انساه. يا سلام. والنرجس عشان خاطرك، عشان ما تزعليش. يا جماعه أزف إليكم خبرا سعيدا وهتقولوا الرجائي مبروك. بابا هيجي معايا النهارده عشان نطلب ايد رندا. بجد؟ ألف مبروك يا رجائي. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا رجائي. الله يبارك فيك. فرحتك من قلبي يا حبيبي، والحمد لله إن مامتها أخيرا وافقت. ما كانش له داعي الكلام ده. ما كان كفاية فرحتك من قلبك ولا يموت الزمار. إزاي مامتها كانت رافضة؟ بلاش عيلتك وأصلك، كفاية مركزك. ده هو ده كان سبب الرفض. قال إيه؟ عشان ضابط شرطة. إيه؟ ضابط شرطة؟ ده شرف ليه؟ طبعا طبعا. لا يعني 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 كان لازم تركز عليه. ليه؟ هو أنا قلت حاجة غلط؟ سر ما يتقالش؟ أيوة سر يا ماما، ده أنا اللي أخته وما قاليش. مفيش راجل يقبل إن حد يعرف إنه اترفض. دي محدش يقبلها على كرامته. هذه الرسالة لن تصل إليك. لجأت لحيلة العاجز، فالحب في صمت قدر الأبدي. أكتب إليك أنت يا سر نعيمي وشقائي وأنسي ووحشتي. حاولت من قبل حيلة يائسة أن يتحول ما بيننا من صفاء إلى جفاء، أن تصبح علاقتنا الروحية الرائعة علاقة رسمية ثلجية. أسعدتني حيرتك وتكرار سؤالك عن سر تغييري المفاجئ، ولكني خفت من ذكائك أن تنتهي حيرتك باكتشافك أمري. الآن لن تسألني إذا لاحظت شرودي وصمتي، أو حتى إذا رأيت دموع القلب في عيني. سميحة. اهلا يا رجائي. انا زعلان منك كده، ما تباركليش؟ انت عارف اني فرحت لك من كل قلبي، وكان نفسي طبعا ابارك لك، بس ساعتك كنت طفشان امبارح طول النهار. اعمل ايه بقى، رجعت من الشغل سالت عليه ما لقيتكش، وقعدت مستنيه. بس استنى مين؟ اكيد سيادتك كنت معرونه، من حقك يا عم. طب ايه رايك تيجي معايا انا وبابا النهارده هنروح نخطبها؟ انا اللي اروح معاك؟ ما ينفعش يا ابني، لازم مامتك اللي تروح معايا. ماما؟ طبعا. طب ما عطلكيش انت. بالسلامة. يلا سلام. ايه يا حبيبتي؟ الله، انت مستعجلة قوي كده ليه على الشربات؟ وما استعجلش ليه يا ماما؟ اذا كان عمك امين وبهجت بيه لسه ما قروش الفاتحة. ما انا جايبة الشربات قوام علشان بقى يبطلوا رغي ويقروا الفاتحة قوي. ده انا فرحانة قوي يا ماما. طب يا حبيبتي تعالي.
مساء الخير. اتفضل. ميرسي. شكرا. اتفضل. شكرا. اتفضل يا عم. ده العريس مستعجل قوي. ايه يا رجاء يا ابني؟ انت هتشرب الشربات قبل ما نقرا الفاتحه؟ طب واحنا مستنيين ايه؟ على رايك. الفاتحة على بركة الله. ملك نعم تعالي يا مغير الضالين آمين. إن شاء الله فتحة خير. مبروك يا بهجة بيه. مبروك يا رجاء يا ابني. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا عروسة. مبروك يا هاني. الله يبارك فيك. ربنا يسعدهم يا رب. ربنا يخليك لينا. بحبك. بحبك. على فكرة يا بهجة دي احتمال ان رمضان يبقى بعد بكرة. هو احتمال لما يشوف الرؤية. طيب ايه رأيكم نعمل حفلة الخطوبة بكرة؟ لا بكرة ايه؟ انت عايزها يعني حفلة بالسلام؟ لازم تبقى حاجة كده تليق بالمناسبة السعيدة. امال بس حفلة الخطوبة على أهل العروسة. يا سيدي. يا سلام، ده يبقى يوم المنى. المهم يا جماعة هتبقى إمتى؟ يعني نخليها على العيد عشان يبقى العيد عيدين. يلا. شفتي؟ مش قلت لك إنها مفاجأة؟ في ناس بتعتبرها سفر زي ماما مثلا. انت عارفه ان ماما ست كبيره وعيانه، ثم ان ده بقى هيريحني انا بالذات، لان كل يوم مش هطخ مشوار عشان اروح اطمن عليها واركب. وماله حبيبي وماله، من حقك طبعا، من حقك. انا جات لي فكره. يا سلام عليكي وعلى افكارك، قولي وانا موافق مقدما. بص بقى حبيبي، الاوضه الثالثه دي نعملها مكتب، والمكتب ده نجيب فيه كنبه. الكنبة دي تتفتح تبقى سرير لما مامتك تيجي البيت، هتبقى مريحة جدا صدقني. بالشكل ده بقى نبقى استخدمنا الأوضة دي بشكل عملي وسليم، ما فيهوش أي مشكلة. وبعدين يا حبيبي أنت مش قلت لي إن مامتك ست كبيرة وعيانة، يعني لما تيجي تبات أكيد مش هتبات أكتر من ليلتين بس. أمي لو جت تبات عند ابنها هتبات على كنبة؟ بتتفتح ما بتتفتحش، اسمها كنبة في الآخر. ودي تبقى عيبة كبيرة قوي عندها. سبق وقلت لك يا زينة إن أمي مش ست أرستقراطية زيكم. أمي بنت عمدة ومتجوزة ابن عمدة. ناس مختلفة تماما. الناس دي لو عدى عليهم عابر سبيل بيقولوا له اتفضل الشاي وبيقولوها له بجد. ولو جالهم ضيف بيذبحوا له ذبيحة وبيبيتوه في أحسن مكان عندهم. إيه لازمته بقى الكلام ده كله؟ وأنا قلت ما تجيش. هو أنت ينفع تقولي ما تجيش يا زينة على أمي؟ كفاية قوي إنك كل شوية عمالة تقولي لي تبات ليلة ولا ليلتين. يعني لو حابة تبات أسبوع ولا شهر هنطردها؟ شهر؟ لا خليها على طول، على طول يبقى أحسن. يا ريت، دي حتى مالهاش غيري وهتبقى بركة في البيت. بس هي بقى اللي مش هترضى. لا 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 الحقيقه زعلتني. طب نعمل ايه في المشكله دي؟ ازاي نحلها؟ انت بتتريق يا زينه؟ بتريق احسن ما تخانق. وبعدين انت نسيت ان انت قلت لي قبل كده عاوز اخدك انت وانت وحبنا ونبعد بعيد. انت سرحت بيا وانا صدقتك. سرحت بيكي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بلاش، كذبت عليا، ما قلتش كل اللي في ضميرك. كان لازم تقول لي ان انا هاخدك انت وماما ونبعد بعيد، تفرق كتير عن اخدك انت وحبنا، صح؟ سلام. الو الو الو
معرفش مين مستلمنا اليومين دول في التليفون، كل ما اجي ارد تتقفل السكه في وشي. حاجه غريبه قوي. ولا غريبه ولا حاجه، بتحصل. جايز حد غلطان في النمر. اصلها مش مره ولا اتنين. اشمعنى بتحصل معايا انا بالذات؟ انا برضو ساعات برد ما بلاقيش حد بيرد عليا خالص. بابا. ايوه زينه، في ايه؟ انا عارفه انك لما بتدخل الصومعه بتاعتك ما بتحبش حد يقطع افكارك ولا يعطلك على اللي انت بتكتبه. ولا يهمك، اكلمي ودي ايه المشكله؟ هل الشقه؟ ايوه الشقه، شقه الاحلام المزعجه. ايه المزعجه؟ بيت يا مسعده، انت يا مقصوفه الرقبه هاتلي كوبايه ميه. ازيك يا ست الحبايب؟ ان شاء الله تسلم وتعيش يا حبه عين. الحمد لله انك جيت دلوقتي، عماله نادي وهاتي على الاثنين المزاغيد اللي جوه عاملين مش سامعيني. اللي انت عايزاه منهم انا اعمله لك. ما تحرمش منك يا ضناي، عايزه كوبايه ميه لاجل ما اخد الدواء. دواء ايه اللي هتاخديه دلوقتي؟ اهو اللي في العلبه اللي تحت دي. وبعدين بقى الدواء ده المفروض يتاخد قبل الاكل على طول، والساعة لسه ما جاتش 9، لسه بدري على ميعاد السحور. أنا عارفة بقى يا ابني، ما أنا اتلخبطت. تتلخبطي ليه بس؟ ما أنا كاتب لك على كل دواء يتاخد إمتى. أنا عينيا مدخشيشة ومزغليلة من بدري، وما لقيتش النضارة جنبي. النضارة إيه؟ جنبك. إيه؟ أنا ما شفتهاش. مش بقول لك عينيا مزغليلة؟ يا أمي عشان خاطري، عشان خاطري لو بتحبيني صحيح خدي بالك شوية. ثم إني منبه على مسعدة ما تنقلش من جنبك. مسعدة؟ دي بنتي زي قلتي. مسعدة اللي هتاخد بالها مني. على الأقل كانت هتناولك النضارة، مش أحسن ما تغلطي في الدواء؟ يا أم أنا خايف عليكي، أبوس إيدك، ساعديني، ما أقدرش أفضل جنبك على طول، ما أقدرش. أنا قلت لك اللي حصل بالظبط، ولا زودت كلمة ولا نقصت كلمة. وسبتيه ومشيتي. ما انا معرفش لو استنيت كان ممكن نوصل لايه. طبعا ما اتصلش بيكي. ولا انا هتصل بيه. انا ما اقبلش حد يلوي دراعي ويحطني قدام الامر الواقع. ياخد شقه من غير ما ياخد فيها رايي عشان ناوي يعمل فيها اوضه لمامته. هشام كان بيحبني اكتر ما انا بحبه، وانا كنت بكره ضعفه قصادي. لما كنت متردده انه يخطبني كان ممكن يجيب لي نجمه من السما عشان يرضيني. لكن لما اتاكد ان انا بحبه وكتبنا كتاب جايب لي مامته عشان يرضيها. بابا بتضحك على ايه؟ ما هو شر البليه ما يضحك. بابا هشام السهل على فكره، انتوا الاثنين زي بعض في حاجات كتير. اوكي، بس انا شخصيه واحده معروفه للجميع، انما هو لا. هشام ده كل ما بيمر وقت بكتشف فيه جانب ما كنتش عارفاه ولا متوقعاه. تصور هشام ممكن قدام مامته ممكن يتحول لطفل صغير، ده ناقص انه يوقوق. ممكن طبعا. عارفه المشكله ايه؟ ان انتوا الاثنين مش غلطانين، كل واحد ليه عذره. بابا من فضلك بقى. ارجوك زي ما انا سمعتك، من فضلك اسمعيني. عارفه لو المشكله فيها ظالم ومظلوم كان سهل انها تتحل. المشكله ان الاثنين عندهم حق. ما هو اصل كل واحد ليه وجهه نظر سليمه مختلف عن وجهة النظر التانية، سليمة ومقنعة. ده معناه ايه؟ معناه ان المشكلة هتفضل معلقة لحد امتى؟ لحد ما تتلاقى وجهات النظر. ده مستحيل. لا ما تقوليش كده، الحب بيعمل المعجزات. اهلا، اخيرا يا سميحة، اتفضلي. ها اقول لك، عازمني على فنجان قهوه ولا ملوش لزوم؟ يا سلام، عايزه تغزيني، ما حبكتش القهوه غير في رمضان واحنا صايمين. بس قول لي يا جميل بقى، ايه سر الاشراق ده؟ واضح ان الازمه كده انتهت. لا 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 لا، انا الازمات عندي لا تنتهي. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ عارف في موال كنت بسمعه وانا صغيره لما كنت بروح مع العيله للبلد؟
أكيد أنت تعرفه، ما أنت بلديتي. طب قولي لي إيه الكلام؟ أقول لك يا سيدي، قلت أنسى الهم وارتاح منه يوم، لقيته سابقني بسبعين سنة ومئة يوم. قلت يا هم تعالى يوم وروح يوم. قال لي روح واسيبك لمين؟ للي الساعة ده خادمهم؟ ده أنا مصاحبك من أول يوم لآخر يوم. بس تعرف يا سميحة ان عمك دمه خفيف زي كده وطيب كمان، يعني ساعات بيديك اجازة بدليل حالة الاشراق دي والباقة اللي انت فيها. بصراحة سمعت النهاردة خبر حلو. لازم سمعتي بقى ان التدريب انتهى وهتستلمي وظيفتك الجديدة. مش بس كده، وكمان رجائي خطب رنا. الله، مش هما مخطوبين؟ مش رسمي يعني، هما متفقين مع بعض كده، لكن لسه بقى الاهل، لسه العيلتين. لكن خلاص بهجت راح معاه وخطبوها وحددوا ميعاد الخطوبه، ويمكن كمان يقلبوها فرح وكتب كتاب على طول. طبعا انت معزوم، انت وحنان وبوجي. ان شاء الله. مبروك مقدما، قولي لي امتى؟ في العيد ان شاء الله. ما تصورش انا فرحانه عشانهم قد ايه. جميل قوي، يا ريت بقى تفضلي فرحانه شويه طوال كده، والهم يفضل مخاصمك عشان اللي ينسى الهم بينساه، اوكي؟ يا ريت، يا ريت انسى الهم، يا ريت كان بايدي. طب اقول لك على فكره، ايه رايك اللي ياخدك من الهم ده ويطير بيكي ويسافر ويروح بعيد عن الهم والاحزان وكل المشاكل دي؟